بالنسبة للمرأة الحامل، السؤال اللي كيطرح دائما شكون خصو يصوم شكون ما خصوش يصوم. هذا هو السؤال اللي على جميع النساء كيتسائلوا حول رمضان الكريم. كاين واحد الفئة اللي ما خصهاش تصوم نهائيا. شكون هذيك الفئة؟ اللي هي عندها بعض الأمراض بحال داء السكر، بحال ارتفاع الضغط، بحال يعني بحال فقر الدم. هاد الفئة ما خصهاش تصوم نهائيا لأنها كتأتي مباشرة على الجنين وعلى الأم. كاين الفئة الثانية اللي يمكن لها تصوم، اللهم إلا تمكنات باش تصوم، لأن كاين عدد ديال النساء تيوصلوا حتى توصل السكين العظم، تجيهم الصفا، تجيهم الدوخة إلى آخره، وتيكملوا النهار. هذا غلط. علاش غلط؟ لأن المرأة الحامل خاصها تكون يعني تصوم بدون تأثير، لان تيقدر يوقع واحد الشفاف ديال الذات في ديزيدراتاسيون، وهذيك لا ديزيدراتاسيون كتمكننا تتمكن يعني تقدر تكون عندها تاثير على هذاك الجنين. اذا المراه اللي ما غادي يمكنلهاش تكمل النهار، واللي ما غادي يمكنلهاش يعني كتسخف وتجي الدوخه وتيكون عندها هناك انخفاض السكر، وهذه النقطه هذه اساسيه، لان عدد ديال النساء كيطلبوا نقاط يعني السكر تيطيح، هادو ما خصهمش يصوموا. كاين في الاخره اللي من الناس اللي ما يمكنهم يصوموا، وهما النساء اللي تيدوزوا نهار بدون اي مشكل. ولكن خصك تعرف علاش كيدوزوا نهار بدون اي مشكل، وهنا تيطرح المشكل ديال التغذيه، لان التغذيه لما كانت متوازنه ما غادي يمكنش يدوز النهار يعني في احسن ظروف. هنا كندخلوا الميدان ديال التغذيه، شنو المراه الحامل خصها تاكل وشنو المراه الحامل ما خصهاش تاكل. هي اللي خصك تعرف بان الدراسات اللي داروا اليوم، وهو كانت الدراسه الاولى كتقول لك الصوم تاثر مباشره على الجنين. هذه دراسه على كل حال ماشي تاكيد. كانت الدراسه الثانيه اللي كتقول لك بان المراه الحامل ملي كتصوم تيكون هنا يعني كتقدر تولد قبل الاوان، ولا هذاك الجنين تيكون نقص في الوزن. وكان الدراسه الثالثه اللي كتقول لك ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء كله. علاش هادشي كله نتقول لك؟ وهو ان اليوم الا ما كاش توازن طبيعه الحال، التوازن يعني في التغذيه، طبيعه الحال تتكون تاثير على الجنين. اذا النصيحه الاساسيه واللي خص الناس والمراه الحامل في رمضان تفهم، وهو الا ما كاش توازن في التغذيه، يعني الفطور كيفاش خصو يكون، العشاء كيفاش تكون، والسحور كيفاش خصو يكون. وهذا هو الاهميه ديال هاد الحلقه اللي كنديروا اليوم، وهو ماشي شكون خصو يصوم شكون ما خصو يصوم، ولكن الاهميه ديالها وهو التغذيه.